عايزين نعرف ايه هو الصداع النصفي واسبابه. بص ده بقى هو المرض ده مش عرض، لا ده مرض. الصداع النصفي ده يعني اللي احنا قلنا عليها دي اعراض مصاحبه للايه، للامراض دي. تمام. انما الصداع النصفي ده اضطراب عصبي مركزي يتميز بوجود حاله من وجود الالم، يكون شديد او بسيط في الراس او في احد جوانب الراس، والالم ده بيكون مصاحب للاعراض اللي هي تحدث مع الجهاز العصبي اللا ارادي زي القيء او الاحساس بالغثيان عموما او عدم القدره على التركيز في الضوء. ده الصداع النصفي بيكون مصاحب الاعراض دي وبيبدا في جانب واحد، والمريض يحس بالالم عباره عن نبض او خفقان، يقول لك انا حاسس بيبدا حاجة مثلا في منتصف الراس في جانب واحد فقط، يبقى ده هو الصداع النصفي. الى جانب اللي احنا الحاجات اللي هنوضحها فيما بعد والاعراض اللي هنتكلم عليه. ايه هي اعراضه؟ طيب اعراض الصداع النصفي بيبقى عباره عن الم زي ما اتكلمنا، بيبدا في مكان واحد في الراس تمام، او يبدا حول العين. واحنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ان اي الم عشان يتم التاكيد عليه وتشخيصه بطريقه سليمه بنسال 7 اسئله. طيب مكان الالم ده فين؟ يقول لي بيبدا حوالين العين كده تمام. الالم ده بيسمع فين؟ هيقول لك بيسمع في نفس الجنب من الراس في نفس الناحيه، ممكن يسمع في الناحيتين بس مش مشهور. احنا بنتكلم ان هو صداع نصفي والى الان مش معروف ليه اصلا هو نصفي، دي كلها نظريات. طيب وصف الالم، هيقول لك الالم ده وصفه زي نبض، حاجه بتنبض او خفقان او تحس ان في حاجه بتنقح كده، مش طبيعي، الم غير طبيعي. طيب مدته؟ طبعا بياخد من 3 ساعات واوقات بيوصل 3 ايام. بيستمر من 3 ساعات نوبة. لثلاث ايام يعني ممكن ياخد من 3 ساعات لثلاث ايام في زياده. وده وصف الصداع، ودي مدته، وده المكان، وبيسمع فين. طب الصداع ده بيزيد بايه؟ هيقول الصداع ده بيزيد لما اتوتر او يحصل او اعمل مجهود بدني شديد او لما اكون مضغوط نفسيا تمام. او يقول له طب بيقل بايه؟ هيقول بيقل لما بنام في مكان هادئ بعيد عن الضوء. طب الصداع ده مصاحب لاعراض اخرى؟ هيقول لك اعراض الجهاز العصبي اللا ارادي اللي هي القيء والغثيان وعدم القدره على التركيز في الاضاءه وعدم القدره على التركيز في الكلام وعدم القدره على الكلام اصلا، يبقى فاصل مش قادر يتكلم من الالم. دي اعراض الصداع النصفي. له اسباب؟ اسباب الصداع النصفي احنا عاوزين نتكلم الاول عن العوامل المساعده لحده الصداع النصفي. العوامل المساعده لحده الصداع النصفي في منها التوتر والقلق والضغوط النفسيه، في المجهود البدني، بيحصل مع السيدات قبل او اثناء او بعد نزول دوره الطمس الخاصه بالسيدات. تمام. في بعض الاقراص يعني ادويه منع الحمل بتزود من حده الصداع النصفي او بتخليه يحصل بسرعه. تمام. في بعض الادويه الموسعه للاوعيه الدمويه زي ادويه الذبحه الصدريه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. في بعض الاكلات زي الشوكولاته والمكسرات، طبعا الشعب المصري عايش على الحاجات دي كتير. في مشتقات الالبان، في طبعا الحمضيات زي الليمون عموما. ده بيسبب الانسان يدخل في نوبات متكرره من الصداع النصفي. في التدخين والسجاير والعادات السيئه عموما، دي العوامل المساعده على دخول الانسان في نوبه الصداع النصفي. اسبابه قالوا بنسبه 80% ان السبب وراثي او غير معروف السبب، ملوش اي اسباب، ملوش اي اسباب. لكن في نظريات بتقول هو بيحصل ازاي. في نظريه اسمها النظريه الوعائيه العصبيه، بتقول ان الانسان ياكل الحاجات اللي هي بتزود من حده نوبه الصداع النصفي دي او بتخلي الانسان يدخل في النوبه بشكل مستمر، بيتم يعني يحصل اثاره غير طبيعيه للعقد العصبيه في العصب الخامس. فلما يحصل اثاره غير طبيعيه للعقد العصبيه في العصب الخامس دي تبدا تفرز بعض المواد، ماده تسمى الفازو اكتيف بيبتايد وماده تسمى السبستانس بي. المواد دي بتعمل على اتساع الاوعيه الدمويه تمام، الى جانب ان هي بتعمل اتساع في الاوعيه الدمويه بتعمل الى التهاب شديد في العصب الخامس. لما يحصل التهاب شديد في العصب الخامس بيسمع لجميع الاغشيه السحائيه المحيطه به، فيبدا الالم يتمركز في مكان واحد وبعد كده ينتقل بالتدريج الى الاماكن الايه، الاغشيه السحائيه وكده. دي نظريه. النظريه الثانيه بتقول لما الانسان بياكل شوكولاته او مكسرات او الحاجات اللي بتزود من هرمون السعاده اللي هو السيروتونين، بيبدا يزيد في البدايه معدل هرمون السيروتونين العالي عنده وعند حضرتك دلوقتي تمام. من هنا
بيزيد الصداع، بتحصل زياده في ماده معدل تركيز السيروتونين في البلازما. فلما بيزيد تركيز السيروتونين بيحصل انقباض في الاوعيه الدمويه في البدايه، بعد كده يبدا يتكسر السيروتونين ده شيئا فشيئا تدريجيا فيقل، فيبدا يحصل اتساع في الاوعيه الدمويه، فيبدا يدخل الانسان في نوبه من الصداع النصفي. فيه نظريه الدوبامين بتقول ان فيه اثارات للمستقبلات الدوبامين في المخ، اثارات غير طبيعيه غير معروف سببها، فبتدخل الانسان في الم شديد في الراس مع قيء وغثيان. في نظريه رابعه بتقول لك ان الانسان ده بيكون عنده الكالسيوم عالي شويه، فيبدا الكالسيوم يدخل الى الحائط الوعائي بتاع الوعاء الدموي، فيحصل فيه انقباض شويه، يحصل امتصاص للكالسيوم، يحصل اتساع في الاوعيه الدمويه، ويبدا الانسان يحس بالصداع.